السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم طلبتنا الأعزاء بأول محاضرة ضمن الكورس الثاني لمادة التحليلات الهندسية، والتي هي Numerical Analysis بمعنى التحليل العددي. فأول ما نبدأ عندنا Numerical Method مثل ما واضح عندنا بالشاشة. أول شيء Numerical Method هي شنو أصلا؟ لازم نفهمها من البداية. فهي أول شيء في التقنيات نقدر نستخدمها لحل mathematical problems، لحل المسائل الرياضية، وتستخدم عن طريق أما خوارزميات أو عن طريق عمليات منطقية. أيضا مثل ما قلنا النيوميريكال إلها فوائد وإلها عيوب، يعني إلها مميزات وإلها أيضا عيوب. من الفوائد او المميزات مالتها انه نقدر نستخدمها ونطبقها علما لحل المسائل اللي ما نقدر نحلها بما بالرياضيات، تحليل الرياضيات مثل ايش؟ مثل النون لينير اللي هي المعادلات الغير خطية، ايضا الكومبلكس جيومتريز بالشكل أو الأشكال الهندسية المعقدة. أما المساوئ مالتها فهي تكون أنه تحتاج إلى محاولات كثيرة، يعني iterations إضافات أو محاولات، بالإضافة أنه يكون الحل مالتها approximate and not exact. نوت اكزاكت بمعنى انه ما راح ينطيني نفس القيمة اللي راح تجيني من الحل الرياضي، بما انه القيمة هاي ما راح تكون نفس القيمة اللي راح تجيني من الحل الرياضي. اذا لازم نعرف انه شنو الاسباب الايرورز اللي يصير عندنا. فالايرورز اللي يكون عندنا بالنيوميريكال اما يكون اما عن طريق الميثود اوف سوليوشن، عن طريق انه طريقة الحل اللي استخدمتها، طريقة الحل العددية اللي تم استخدامها، وبالتالي فهو ابروكسيميت، فاكو طرق ادق من طرق اخرى، او عن طريق انه اقتطاع الحل. اقتطاع الحل بمعنى انه احنا نحل جزء 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 فيكون تراكمي وليس بشكل تسلسلي، او عن طريق نمبرز راوند اوف بمعنى انه عملية التقريب، وهاي جدا مهمة عملية تقريب الارقام، فايضا راح تكون سبب بالايرورز اللي راح يكون عندنا، او عن طريق انه نفسه هو الماثيماتيكال موديل المين للفيزيكال بروبلمز. يعني احنا قلنا انه عندنا احنا مسائل فيزيائية نريد نسويها، نكون لها ماثيماتيكال موديل، موديلات رياضية ونريد نحلها. اما اذا تعقد هذا الموديل فما راح نقدر نحلها رياضيا تحليل رياضي، فراح نروح الميل للنيوميريكال اناليسز. فور اكزامبل ده يقول لك انه فور اكزامبل في حاله انه عندك انت دي اكس تربيع، بمعنى احنا دائما ايش قلنا؟ قلنا دي اكس هو تعني انه التغير اللي يصير بالنسبه للاكس. زين، هو التغير اصلا هو كلش قليل، اذا هو قيمته قليله ونربعها اذا راح يصير عندنا قيمه بعد اصغر، وبالتالي نقدر انه neglected بمعنى انه هاي القيمة تهمل. بالاضافة الى عادة يعني usually انه sin theta is approximated to theta for small values، بمعنى انه values بمعنى انه هي تصغر عند الزاوية، انه انا بما انه تصغر عند الزاوية وهو الساين هو نفسه مقابل مال الزاوية، اذا انا اذا صغرت الزاوية كلش انه قيمها جدا قليلة، اذا راح تكون قيمة الزاوية يعني ساين الزاوية هو نفس الزاوية نفسها، تمام؟ يعني ساين الثيتا راح يكون نفس الثيتا في حالة الزاوية او الزوايا الصغرى. اذا احنا قلنا عندنا ايرور، عرفنا انواعه، اذا لازم اكو في الطريقه نقدر نحسب شنو الايرور. الايرور جايني من قيمتين، احنا نعرف انه اكو اكس اكزاكت واكو اكس ابروكسيميت اللي هي قريبه من الاكزاكت. اكو اكس اكزاكت هاي
اكس اكزاكت واكو اكس ابروكسيميت اللي هي تقترب من الاكزاكت. فاول شيء عندي ذا ابسولوت ايرور از اللي هو الاي اور دلتا يكون مطلق اللي هو الاكس اكزاكت ماينس الاكس ابروكسيميت. طبعا راح يجي واحد يسال شنو المطلق، نقدر نرجع لكم معلومات الرياضيات، مجرد المطلق يجرد العدد من الاشاره. ليش؟ لان الدلتا او الاي ان كان بوزيتيف او نيجاتيف فبالتالي ما راح يهمني، يهمني انه هو بلس ماينس 10%، بلس ماينس 5%، بلس ماينس 3%، هذا اللي يهمني فقط، ما يهمني اذا زاد او نقص. عندنا الشيء الثاني هو ذا ريليتيف ايرور از ار، شنو الفرق بينه وبين قبله؟ مجرد اخذه نفسه اخليه هنا عندي بالبسط واقسم على الاكس اكزاكت، يعني هذا نفس الاكزاكت ناقص الابروكسيميت واقسم على الاكس اكزاكت، هذا يسموه ريليتيف. كم نسمع كلمه ريليتيف؟ اذا الرقم راح يكون بين الصفر والواحد، بين شنو؟ بين الزيرو والوان. زين، ايش وقت راح يكون زيرو وايش وقت راح يكون عندي وان؟ زيرو في حاله تطابق عند الاكزاكت ويا الابروكسيميت. اذا الاكزاكت ويا الابروكسيميت وراح نشوفه بيمن بالتكامل العددي، راح نجرب نكامل فداله معينه بالطرق الرياضيه ونكامل ونطلع الاكس ابروكسيميت مالتها ونكامل الداله نفسها عدديا بالطرق العدديه، وراح ممكن يكون هنالك تطابق او يكون هنالك قيمه مقاربه، وراح نشوف شلون راح نحسب الايرور مالتها. تمام، نجي بعدين الثالثه اللي هو اخر شيء واللي هو دائما يكون المطلوب منكم، انه percent relative error. The percent relative error is P. يعني انا دائما نفرض له قيمة الاشارة P وناخذ هو نفس ال relative error ولكن مضروب في 100، اذا راح يطلع عندي القيمة 10 ل 20 ل 30% وهكذا. زين، هسه يجي واحد يقول شنو القيمة او شنو الليميتيشن اللي يعني المحددات مال قيمة الايرور. اقول له في حالة انه جاي نتعامل مع، خلينا نفرض حسب قيمة المسألة، طبعا حسب قيمة الاكس، نفرض هو هذا الاكس دا يتعامل ويا وزن نحاس او ويا وزن الذهب. زين، اذا هذا 1 كيلوغرام وهذا عندي 1 كيلوغرام بالنحاس، ممكن اتقبل الايرور لحد 10%، ما عندي اي مشاكل، نو بروبلم بهاي الحاله. لكن في حاله مساله الجولد، في مساله الذهب، انا ما اقدر اقول يابا 10%، 10% بالنسبه للكيلو قيمته الماديه كلش كبيره. اذا انا ممكن اتقبل 99.999، هذا اقرب مثال ممكن يوضح لكم الايرور وايش قد قيمتها المطلوبه. اذا هي شنو؟ اذا الليميتيشن اللي عندي مال الايرور هو يحدد لي قيمة المسألة. إذا كان المسألة عبارة عن حديد أو نحاس، يختلف إذا كانت المسألة عبارة عن زئبق أو إذا كان عندي المسألة عبارة عن ذهب. هذا اللي يفرق لي بنسبة الإيرور المطلوبة والمقبولة، وأيضا يتم تشغيل العقل في هاي الحالة. نعرف انه قيمة الذهب اعلى بهواي عندنا، اعلى بكثير من قيم النحاس او الحديد. اذا النحاس او الحديد ممكن اتقبلها الى 10% ولكن ما، او 5% بالاحرى، ولكن الذهب ممكن لا اتقبلها 0.001 والنوب بالمية، يعني قيمة جدا ضئيلة. ليش؟ لانه مثقال الذهب 5 غرامات وإلى قيمة مادية، إذا نحوله كإغرام فالفرق بين غرام إلى كيلو نحاس ما يعادل 7.5 تقريبا، يعني 8 مرات. خلينا نقول إذا هذا نفرض 5000 وهذا 75000، يطلع تقريبا أو إلى 100000 اللي هي قيمة الغرام. إذا الفرق بين غرام الذهب عن كيلو الحديد أو كيلو العفو النحاس ممكن يطلع 20 مرة فرق، 5000 منا إلى 100000 منا، فتتخيلوا الفرق راح يكون عندكم. لهنا تنتهي محاضرتنا اليوم، أتمنى لكم كل الموفقية، وهذه محاضرة بدائية
لما سوف ناخذه في هذا الكورس واللي هو الأساس في كلها. إذا إحنا الأكس إكزاكت، إحنا أي شيء أخذناه بالرياضيات بالمراحل السابقة إنه هو ضمن الأكس إكزاكت قيمة المسألة. أما الأبروكسيميت هو اللي راح نحسبه بالمحاضرات اللاحقة إن شاء الله. أتمنى لكم كل الموفقية، لا تنسون الإعجاب والاشتراك بالقناة. بالتوفيق.